إطار المركز الإداري الجديد للمال والأعمال، وفي إطار الدور اللي احنا بنحاول نعيده لمربع الوزارات الحالي، احنا درسنا ايه هي الأنشطة اللي ممكن تتحقق لا مركزيا. احنا في ناس يعني مثلا في وزارة الصحة جنبنا في القصر العيني مجمع كده، كل اللي بيجي مسافر بره مصر لازم يجي يعمل تحاليل طبية في هذا المكان. فاحنا ليه بنجيب الناس؟ طب ما نودي لهم الخدمة، وهو ده اللي احنا بنعمله، يعملوها مثلا في مديريات الصحة في مديريات الصحة في المحافظات. مظبوط. فموازيا للعاصمة او المركز الإداري الجديد للمال والأعمال وشكل وتصميمات المباني، احنا في بعض الأنشطة في إدارة هذه المنشآت هتتوزع لا مركزيا جوه واحد على المستوى الأقاليم السبعة للجمهورية إذا كانت خدمة كبيرة، أو على المستوى المحافظات نفسها، بحيث إن يعني المركز الرئيسي هيبقى في العاصمة الإدارية، لكن في الخدمة الإلكترونية هو يعني هيبقى متواصل بالمديريات اللي هناك وبالمقرات الإدارية اللي هناك تحلها من غير ما يروح المواطن. بالضبط، إحنا هنروح للمواطن يعني بالخدمة. هو في الصعيد هيتصل بحاجة في العاصمة الإدارية عن طريق هو مش المواطن مش هيتصل، الأصل المقار الإدارية، المقار الإدارية هتبقى تابعة لبعضها وهيؤدي الخدمة للمواطنين في مكانه. وده على فكرة بيتم في نفس الوقت مع الدراسات بتاعة المركز الإداري الجديد للمال والأعمال، عشان إحنا لما بنصمم المباني بتاعة الوزارات دي مش هيبقى فيها نفس الأحجام ونفس الإدارات الكبيرة اللي بتتعامل مع المواطنين بشكل دولي مباشر. بالظبط. فبالتالي هنحل المشكلة دي شوية. هنحط فلوس في العاصمة الإدارية من هيئة المجتمعات العمرانية، ضامن منين العائد ده هيجي؟ بص يا فندم، الدراسة الجدوى الاقتصادية اللي تم إعدادها حضرتك، أنت يمكن كنت بتسأليني دلوقتي الأسعار الأراضي وما يحدث فيها والتنمية. تمام. إحنا الدراسة اللي تمت على المرحلة الأولى من المشروع اللي هي 10500 فدان، إحنا خلاص في خلال أسابيع هيتم الإعلان عن طرح الأراضي للتنمية. إحنا دارسين بالضبط حجم الأراضي اللي احنا هنطرحها للاستثمار والتنمية والعوائد المتوقعة منها. أنا عايز أقول لحضرتك إن وزارة الإسكان والدولة بتتوجه بشكل دلوقتي مختلف عن سابق العهد. احنا في البداية كنا بنبيع الأراضي. أيوه. احنا يمكن حضراتكم خدتوا بالكم من ساعة المؤتمر الاقتصادي واحنا بنخش في شراكة. الدولة أو وزارة الإسكان بتخش بشراكة في العوائد. احنا بنشارك المستثمر في العوائد، احنا بالارض وانت بالمشروع بحد ادنى للضمان او المينيمم جارنتي ثمن الارض. تمام. ده بيضمن ده بيخلي الدوله بتعمل ايه؟ الدوله بتشارك المطور في النو هاو بتاعه، في المعرفه بتاعته. وفي الاد فاليو، وفي القيمه المضافه اللي هو بيحطها. ولنا في الشقق بتاعه مدينتي والرحاب، واللي حضراتكم شفتوا التسابق والتزاحم عليه، عمر ما وزاره الاسكان باعت متر ب 7000 وب 8000 جنيه. احنا العوائد اللي تمت من هذا المشروع اكبر بكتير جدا من قيمه الارض لو بعناها ارض حتى مرفقه. ودي كانت مشكلتكم. يعني كانت قال لك باعوا الاراضي وشوفوا. لا، مشكله ان الناس ما كانتش فاهمه يعني ايه. طب اللي حاجه بتقوله ده على فكره كلام مهم جدا ويمس نقاط حساسه. انا عايز ادخل في التفاصيل مع حاجه فيها دكتور، بس اسمح لي حضرتك، في ناس بعض الناس عايز تطرح حضرتك مباشره خاصه